السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو ريفيو جديد من عالم السيارات، وهنبتديه على غير المعتاد. مش هنتكلم من قدام العربية، احنا هنتكلم من جوه العربية، وتحديدا من الصف الثالث من المقاعد في جيتور اكس 95 الجديدة كليا، واللي تطرح لأول مرة في السوق المصري. فصل صغير زي ما تعودنا، هناخد فيه لفة حوالين العربية، وبعد كده نتعرف على كل التفاصيل المتعلقة بجيتور اكس 95، وتحديدا الفئة الأعلى منها اللي هي الإليجنس، وبعد كده نكمل الريفيو بتاعنا. جيتور اكس 95 2022 الجديده كليا علينا في السوق المصري، اول مره نعرفها، اول مره نشوفها، واول مره ان شاء الله هتكون بنختبرها. العربيه بتطرح من خلال وكيل علامه جيتور الصينيه، والتابعه لعلامه شيري الصينيه العملاقه المعروفه، من خلال وكيلها في مصر نور الدين الشريف. بتطرح بفئتين، الفئه الاولى بسعر 399,000، والفئه الثانيه والاعلى تجهيزا اللي معانا النهارده بسعر 429,000. النهارده هنتكلم على ابرز الاختلافات ما بين الفئتين اللي بتنزل لهم العربيه، وهنتكلم كمان على اهم الاوبشنز الموجوده هنا في الفئه الاعلى، ويمكن هنتكلم عنها بشيء من التفصيل اكتر من ابراز الاختلافات. يعني هنحاول على قد ما نقدر نبرز الاختلافات ولو انها مش كتيره قوي، ولكن فرق السعر ما بين الفئتين وسعر العربيه نفسها كان مثير للجدل على السوشيال ميديا. ناس كتير يعني كانت بتسال هل فعلا العربيه بما انها صناعه صينيه، وانتم عارفين الكونسبت بتاع الصناعه الصينيه ما تستحقش دي، لكن السؤال بقى هل العربيه تستحق ولا لا تستحق، هو ده اللي احنا هنحاول نستعرضه النهارده، ونشوف معاكم هل العربيه فعلا تستحق السعر ده، او قيمه مقابل سعر زي ما بنقول احنا كده في الريفيوهات، هل هي قيمه مقابل سعر ولا لا؟ هل فعلا الفرق ما بين الفئتين يستحق فرق السعر ولا لا؟ جيتور من علامات المميزه او البريميوم اللي نقدر نقول عليها من علامه شيري، وكان في جدل تاني برضو على الناحيه الثانيه على السوشيال ميديا داير، هل جيتور علامه مميزه او بريميوم لعلامه شيري في عربيات الاس يو في ولا لا؟ الحقيقه ايوه، ولكن علامه شيري قررت ان هي يعني تاخد علامه ثانيه من جوه جيتور اسمها فانتز، علشان تقدم من خلالها عربيات اس يو في بالتارجت او بتستهدف الاسواق الامريكيه واسواق اوروبا، لان جيتور وشيري عربياتها ما بتدخلش الاسواق الاوروبيه او الاسواق الامريكيه، لانها لسه لم تخضع للاختبارات الخاصه باليورو انكاب او اختبارات السلامه والامانه الاوروبيه. فبالتالي اخترعت علامه اخرى اسمها فانتز، ومن خلالها بتنتج عربيات اس يو في فقط، وبرضه بتجابه او بتوازي البريميوم براند او الجي تور الموجوده معانا النهارده. فبالتالي ممكن نقول ان فانتز علامه يعني بريميوم، وفي نفس الوقت جي تور برضه علامه بريميوم، مفيش تقريبا اختلاف في الماتيريال المستخدم ما بين او في صناعه العربيات ما بين العالمتين. تعالوا بقى نبتدي بمقدمه العربيه ونتعرف اكتر على الاوبشنز الموجوده فيها، يلا بينا. الناس اللي متابعه علامه جيتور في السوق المصري فاكيد شافت الاكس 70 الاخت الصغيره للاكس 95، واكيد لاحظت التشابه الكبير في الخطوط التصميميه، وتحديدا في مقدمه العربيه هنا ما بين العربيتين الاكس 70 والاكس 95، لكن اكيد في شويه اختلافات، وابرزها طبعا الفوانيس الاماميه. شكل الفوانيس الاماميه هنا في الاكس 95 بيبقى سليم اكتر او شكله مميز اكتر. عندنا اختلاف وحيد في مقدمه العربيه ما بين الفئه الثانيه اللي معانا النهارده والفئه الاولى، وهي الكاميرا الاماميه اللي موجوده هنا. الكاميرا الاماميه اللي موجوده هنا في الفئه الثانيه طبعا معاها كاميرتين جانبيتين وكاميرا خلفيه، يبقى اكيد عندنا منظومه رؤيه 360 درجه حوالين العربيه، وده مش موجود في الفئه الاولى. الفئه الاولى بيبقى فيها كاميرا خلفيه وحيده. ما عدا ذلك كل الاوبشنز الموجوده في مقدمه العربيه واحده ما بين الفئتين، ما فيش فيها اي اختلاف. تطعيمات الكروم اللي موجوده واللي بتشكل فريم حوالين الشبكه الاماميه اللي حجمها كبير جدا، نلاحظ كمان التريم الكروم اللي موجود في المنتصف هنا، وفي نص منه في كلام او كلمه جيتور اللي موجوده هنا. نلاحظ كمان ان الفريم في الجزء العلوي بتاعه بيكمل زي رمش موجود كده فوق الفوانيس الاماميه اليمين والشمال، بالاضافه كمان لتطعيمات كروم موجوده حوالين الاضاءه النهاريه اللي موجوده هنا، واللي هي تقريبا هي او نفس الشكل بتاع الاكس 70، الاضاءه النهاريه بتاعت الاكس 70. طيب
بالنسبه للاضاءه في العربيه ففي الفئتين سواء الاضاءه الاماميه او الخلفيه بتيجي فول ال اي دي تكنولوجي بالكامل، مفيش فيها اي اختلاف. الإضاءة بتاعت الإشارات بتيجي ديناميك أو متحركة داخل الفانوس الأمامي، سواء الإضاءة أو عدسات الإضاءة الأمامية اللي هي بتبقى إضاءة المنخفضة أو الإضاءة المرتفعة بتيجي LED بالكامل. عندنا 4 عدسات، 2 منخفضة و2 مرتفعة، بالإضافة كمان لأي إضاءة تحذيرية خاصة بالفرامل في الخلف أو الإضاءة الرئيسية في الفرامل أو الفوج لايت الموجودة في الخلف بالكامل كلها بتيجي LED في الفئتين، مفيش فيها أي اختلاف. عندنا كمان سنسور ركن أمامية موجودة على الجنبين من الاكسدام الأمامي وموجود برضو في الفئتين، مفيش فيها أي اختلاف، بالاضافه كمان للتصفيح الكامل اسفل المحرك. الدفيوزر الامامي بيجي من قدام العربيه بلون رصاصي فاتح زي ما احنا شايفين، وعلى الجنبين بيبقى من البلاستيك الاسود المط، وبيكمل معايا للعتب بتاع الابواب. اما اقواس الكاوتش فبتكون من البلاستيك ولكن بنفس لون العربيه اللي بتيجي مع الجيتور هنا الاكس 95 في الفئتين، برده ما فيش فيه اي اختلاف. ده كده سريعا ما يتعلق بمقدمه العربيه وتجهيزاتها. تعالوا بقى نتكلم على منظومه الحركه فيها، لان عندنا اختلاف وحيد ما بين الفئه الثانيه والفئه الاولى فيما يتعلق بنقل الحركه تحديدا. تعالوا بقى نتكلم عنها بالتفصيل. إلى جانب منظومة الحركة المميزة وأرقامها المختلفة اللي بتقدمها جيتور إكس 95، عندنا كمان بعض اللمسات الجمالية حوالين منظومة الحركة بتأثر في الواحد الحقيقة. مبدئيا كده عندنا 2 مساعدين بيساعدوك في رفع الكبوت الكبير والضخم، ومع ذلك ما تحسش بأي مجهود وانت بتفتح الكبوت زي ما انتوا شفتوا دلوقتي. تاني حاجة عندي عزل كامل موجود هنا في بطن الكبوت علشان يعزل الصوت والحرارة الناتجين عن المحرك عن بقية جسم العربية. ثالث حاجة اتكلمنا عنها في المقدمة وهو العزل الكامل الموجود أسفل المحرك. آخر حاجة بقى مهمة جدا بالنسبة لي الحقيقة، وهو إن أنت مش شايف أي حاجة من الموتور. الموتور كله متقفل عليه بشكل كامل من الفبر أو البلاستيك الأسود علشان مفيش أي تعامل يتم مع المحرك باستثناء من خلال التوكيل. هنلاحظ إنه في عندي أماكن بس مفتوحة هنا أو مش مفتوحة، يعني ليها غطاء ممكن تتعامل معاها، اللي هي الأجزاء اللي ممكن تتعامل معاها بشكل يومي أو لا قدر الله في حالة الطوارئ، منها مثلا البطارية. في جزء هنا خاص بالبطارية ممكن أشيل الكفر بتاعه وأتعامل مع البطارية بعد كده ارجع اقفل بالشكل ده. في كمان جزء موجود هنا عشان العمه وعلشان مقياس الزيت بتاع الموتور برده، وبرجع اقفله بالشكل ده. وعندي جزء ثالث هنا موجود عشان قربه الميه، والجزء الرابع اللي موجود هنا عشان قربه الميه بتاعه المساحات. بعد ذلك مفيش اي اجزاء ثانيه ممكن تشوفها او تتعامل معاها من المحرك. ده طبعا لقطه جماليه شيك تحسب للعربيه. الموتور بقى اللي موجود تحت الكفر ده موتور 1600 سي سي او 1.6 لتر تيربو تشارج جي دي اي دايركت انجكشن، متوصل على نقل حركة اوتوماتيكي من 7 سرعات دي سي تي او دول كلتش ترانزميشن، بيجي ويت مش دراي او بيجي بتبريد زيت مش تبريد هواء. المنظومة دي كلها بتطلع قوة حصانية 197 حصان، وبتطلع عزم 290 نيوتن متر عند 2000 لفة. طبعا ارقام رسمية بتدينا مؤشر قد ايه المنظومة دي حاضرة وقوية، لكن طبعا وزن العربيه مش عارفين الاداء بتاعها عامل ازاي. وزن العربيه هنا بنتكلم في طن 680 كيلو تقريبا، فيعني وزن العربيه مش خفيف. فهل يا ترى منظومه الحركه دي هتؤدي الاداء الرياضي اللي بتعبر عنه الارقام دي على الشارع ولا لا؟ ده اللي احنا بقى نتعرف عليه ان شاء الله في تجربه القياده. بالنسبه بقى لنظام التعليق، الامامي بيجي ماكفيرسون، والخلفي اكيد طبعا لازم بحجم العربيه دي فاكيد بيجي مالتي لينك منفصل. ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومه الحركه ونظام التعليق في جيتور اكس 95. تعالوا بقى ندخل على جنب العربيه. هنا بقى في جنب العربيه عندنا اختلافين اساسيين ما بين الفئه الاولى والفئه الثانيه. اول اختلاف هو انتوا شفتوه المرايات الجانبيه. المرايات الجانبيه هنا في الفئه الثانيه فيها شويه اوبشنز زياده عن اللي موجوده في الفئه الاولى. مبدئيا الضم بتاعها بيكون اوتوماتيكي مع فتح وقفل العربيه، وده مش موجود في الفئه الاولى، بالاضافه كمان للبلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف نقاط العمياء. ده برده احد عوامل السلامه والامان الموجوده هنا في الفئه الثانيه، مش موجوده في الفئه الاولى. بالاضافه كمان طبعا للكاميرا الجانبيه اللي موجوده هنا مع الكاميرا الاماميه والخلفيه علشان تدينا منظومه رؤيه 360 درجه، وده احد برده عوامل السلامه والامان الموجوده في الفئه الثانيه. بالاضافه كمان لاضاءه ترحيبيه موجوده هنا بتديك كلمه جيتور على الارض، وده برده موجود في الفئه الثانيه بس. عندنا كمان بعض الاوبشنز بقى الموجوده والمشتركه ما بين المرايات الجانبيه في الفئتين، منها على سبيل المثال التعتيم الذاتي الموجود في المرايات الجانبيه، بالاضافه كمان للسخانات الموجوده في المرايات الجانبيه، بالاضافه كمان للاشارات الجانبيه ال LED الموجوده والمثبته على ظهر المرايات الجانبيه هنا، مع تطعيمات الكروم اللي بتدي منظر جمالي للمرايه الجانبيه. ده كلها موجوده في الفئتين، ما فيش فيها اي اختلاف، بالاضافه طبعا كمان للضبط الكهربائي من جوه العربيه.
الاختلاف الثاني اللي موجود في جنب العربيه معانا هنا هو موجود في الجنط. الجنط هنا مقاسه 20 انش بيجي 2 تون، مناقشه مختلفه عن الجنط اللي موجود في الفئه الاولى اللي مقاسه 18 انش، لكن برضو بيجي 2 تون في الفئه الاولى ما فيش فيه اختلاف. رصاصي فاتح مع رصاصي غامق. ارتفاع العربيه عن الارض 21 سم، ارتفاع كافي ومناسب جدا للطرق المصريه. طول قاعده العجلات 2 متر 85 سم، ارتفاع اولموست تقريبا، او بنتكلم في طول اولموست تقريبا 3 متر، فطبعا ده طول بينعكس بشكل كبير على مقصوره الركاب من جوه. بنتكلم في عربيه 7 راكب، فاكيد مقصوره الركاب فيها براح ووسع جامد جدا، هنتكلم عنها طبعا بشيء من التفصيل. الطول الكلي للعربيه برضو، العربيه مش صغيره خالص، حجمها كبير، عندنا طول كلي بيلامس تقريبا 5 متر، بنتكلم في 4 متر 87 سنتي. العرض بتاع العربيه بنتكلم في 1 متر 92 سنتي تقريبا، فاحنا بنتكلم في ابعاد كبيره مش ابعاد صغيره، ودي نقطه مهمه جدا علشان تخلي بالك وانت راكب العربيه او حتى وانت بتركن. يعني ناس كتير بتسالني على موضوع الركنه، انا ما عنديش ركنه، فهل اركب العربيه بالحجم ده ولا لا؟ مهم جدا تخلي بالك من النقطه دي. ما عدا ذلك بقيه الاوبشنز الموجوده بجنب العربيه واحده. وخلينا نبتدي من تحت كده. مبدئيا عندنا العتب بتاع الابواب اللي موجود هنا، بيجي من البلاستيك الاسود المط، زي ما قلت لكم ان هو كمان بنفس لون الديفيوزر من الجنب، الديفيوزر الامامي من الجنبين، لكن ما بيكملش مع اقواس الكاوتش. اقواس الكاوتش بتيجي من البلاستيك برضو، بس بتبقى بنفس لون العربيه. فهنا العربيه بالمناسبه لونها بتنجاني مش اسود، يعني عشان بس الناس ايه، ممكن تبان معاكم في الكاميرا بلون اسود، لكن هي العربيه هنا لونها بتنجاني مش اسود. العربيه بتنزل باربع الوان، ابيض واسود وبتنجاني وازرق. عندنا كمان تريم كروم موجود فوق العتب بتاع الابواب هنا، برضو بيدي منظر شيك، بالاضافه كمان لمقابض الابواب اللي بتيجي من الكروم. عندنا كيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح لباب السائق فقط، وده موجود برضو في الفئتين ما فيش فيه اختلاف، بالاضافه كمان لزرار الستارت ستوب انجن الموجود داخل المقصوره. عندي كمان تريم كروم موجود اسفل الازاز الجانبي، عامل زي خط كده حوالين او تحت الازاز الجانبي اللي موجود، وبيبدا يبقى عريض مع الاقتراب من باب الشنطه، وبيكمل معايا على فكره حوالين باب الشنطه. الازاز الجانبي اللي موجود هنا بيجي فاميه، الازاز هنا كمان بيجي فاميه، بالاضافه كمان للازاز الخلفي تماما بيجي فاميه، في الفئتين مفيش فيه اي اختلاف. الروف راكس بتيجي لونها ميكس ما بين اللون العربيه من الجنب من هنا، بالاضافه كمان للجزء اللي في النص ده بيجي باللون الرصاصي الفاتح، وده برده مشترك في الفئتين مفيش فيه اي اختلاف. ده كده سريعا ما يتعلق بجنب العربيه. تعالوا بقى نتنقل لظهر العربيه ونتعرف على اهم الاوبشنز اللي فيه واهم الاختلافات ما بين الفئتين، لان في اختلافات في الجنب صحيح مش كبيره قوي، ولكن في اختلافات جوهريه هنشوفها دلوقتي. ظهر العربيه هنا مفيش فيه غير اختلاف وحيد في التجهيز، وتحديدا متعلق بطريقه فتح باب الشنطه. ما عدا ذلك كل التجهيزات واحده ما بين الفئتين في ظهر العربيه، مفيش فيها اختلاف. مبدئيا انتنه زعنفه القرش او الشارك فين، السبويلر الموجود هنا، عندنا كمان الاضاءه التحذيريه الخاصه بالفرامل واللي بتاخد شكل كلمه جيتور. هنلاحظ كمان طبعا ان هي الاضاءه بتاعتها بتزيد لما بتدوس على الفرامل. الازاز الخلفي بيجي فوميه، جواه سخانات عشان الشبوره والضباب، مع مساحه خلفيه وليها رشاش طبعا موجود هنا. هنلاحظ كمان الترام الكروم اللي موجود هنا، ده احنا اتكلمنا عنه في جنب العربيه وقلت لكم ان هو بيمر على تحت الازاز الجانبي اليمين والشمال، وطبعا اللي قدامه واللي ورا، وبيكمل معايا لحد باب الشنطه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كلمه جيتور المكتوبه هنا بحروف حجمها كبير الى حد ما، طبعا بتفكرنا بنفس الكلمه المكتوبه على ظهر الاكس 70 اختها الصغيره، وموجوده طبعا ما بين الفانوسين اليمين والشمال الخلفيين. الفوانيس الخلفيه بتيجي الاضاءه الرئيسيه بتاعتها ال اي دي، وطبعا الفانوس بيبقى مثبت بالكامل على باب الشنطه، يعني وقت ما بتفتح باب الشنطه الفانوس كله بيترفع مع باب الشنطه. باب الشنطه طبعا حجمه كبير هنشوفه دلوقتي. الكاميرا الخلفيه اللي موجوده هنا تبقى كاميرا وحيده في الفئه الاولى، اما هنا بيبقى معاها 3 كاميرات عشان منظومه الرؤيه 360 درجه. ننزل لتحت كمان هنلاحظ ان الاكسدام الخلفي بيجي ميكس الوان، مبدئيا كده من فوق بيجي بنفس لون العربيه. تنزل لتحت شويه هتلاحظ تريم كروم مثبت على الاكسدام الخلفي، التريم ده بيبقى واصل ما بين الاشارات اليمين والشمال، طبعا الاشارات الجانبيه بتبقى بالاضاءه بتاعتها بتبقى هالوجين، كمان الفوج لايت الخلفيه الاضاءه بتاعتها بتبقى هالوجين. لو نزلنا لتحت شويه هنلاحظ جزء كده شريطه موجوده من البلاستيك الاسود المط، وبترفع من هنا وبتبقى تخينه كمان او بتعرض من الجناب. الشريطه دي مثبت عليها سنسور الركنه الخلفيه الموجوده في الفئتين، برده ما فيش فيها اي اختلاف. تنزل لتحت شويه بقى هتقابل السبويلر الخلفي المثبت عليه فتحتين الشكمان الحقيقيين مش الفيك، طبعا حواليهم فريم من الكروم او فريم من اللون الفضي اللامع. باب الشنطه بقى هنا بقى القصه كلها. هنا في الفئه الثانيه باب الشنطه بيفتح كهربائيا من خلال سنسور للرجل، او من خلال زرار موجود، او من خلال زرار موجود ليه على الشاشه الوسطيه اللي موجوده هنا، لما ندخل جوه هنتعرف عليه. لكن عندي اوبشن ظريف هنا ان انا ممكن افتح بسنسور الرجل زي ما احنا شايفين كده.
بالشكل ده. كده بقدر افتح باب الشنطه بسنسور الرجل ده. طبعا ده اوبشن موجود، او بشكل عام الشنطه هنا بابها كهربائي، ده موجود في الفئه الثانيه مش موجود في الفئه الاولى. نيجي بقى لمساحه الشنطه. طبيعي جدا الكلام اللي انا هقوله ده في اي عربيه 7 رجل. مساحه الشنطه في حاله انه الصف الثالث من الكراسي طائم او مستغل بشكل ما، هتلاقي ان مساحه الشنطه هنا طبعا صغيره، بتبقى 103 لتر. طيب لو انا حبيت اتني الصف الثالث من الكراسي، هتزيد مساحه الشنطه معايا، هتبقى حوالي 1134 لتر. 1134 لتر مساحه مش قليله. طيب ممكن كمان اتني الكنبه الخلفيه اللي هو الصف الثاني من الكراسي عشان تبقى المساحه اولموست تقريبا 2000 لتر بالظبط، 1980 لتر. وطبعا انا عايز اقول لكم على معلومه عرفتها واستغربت جدا لما عرفتها، بس لما يعني دورت وراها لقيتها فعلا حقيقيه. 1980 لتر دي اكبر من مساحه العربيه الدبابه اللي هو الشفروليه الدبابه عارفينها. طبعا ما بتكلمش على ارتفاع، انا بتكلم على مساحه ارضيه. مساحه الارضيه هنا 1980 لتر، مساحه مهوله جدا. طبعا مستغله بشكل كامل. عندي كمان جزء تخزين هنا، جزء صغير هتلاقوا فيه العده الخاصه بالاستبن، لكن طبعا ما فيش استبن هنا، الاستبن بيبقى موجود اسفل العربيه. في كمان مدخل 12 فولت 120 واط بنفس قوة الفيشة بتاعت البيت، موجودة هنا برضو في شنطة العربية، وطبعا بتستغل موجودة في الفئتين مفيش فيها أي اختلاف، ومستغلة طبعا في مكان كويس جدا الحقيقة. أنا عجبني المكان، السنترة بتاعتها كويسة جدا. طيب تعالوا بقى كده احنا خلصنا الشنطة، طبعا بنقفل الشنطة بزرار من هنا مع وحدة إضاءة LED موجودة على اليمين والشمال طبعا. طيب تعالوا بقى نركب ونشوف أخبار الصف الثالث من المقاعد ايه، هل هياخد او هيكون كافي لشخص بالغ زي. طبعا انتوا شفتوني وانا راكب فيه في مقدمه الريفيو، لكن تعالوا بقى نركب ونتكلم كمان على الاوبشنز الموجوده فيه، ونتكلم كمان على المقصوره الداخليه للركاب في جيتور اكس 95. يلا بينا. قبل ما اتكلم على الكنبه الخلفيه هنا، هنتكلم شويه عن الصف الثالث من المقاعد. طريقه الدخول ليه عامله ازاي، سهله ولا صعبه، وهل يا ترى لو شخص بطولي 178 سم هل هيدخل جوه ولا مش هيدخل، هيقعد مرتاح ولا لا. انتوا طبعا شفتوا اللقطه في بدايه الريفيو ان انا كنت قاعد جوه الى حد ما مرتاح. هنشوف دلوقتي بشيء من التفصيل انا دخلت جوه ازاي، واخبار الكراسي ورا عامله ازاي. مبدئيا عندي هنا في الجزء الصغير ده من الكنبه في 3 مقابض، في مقبض جنب مسند الراس موجود هنا، وفي عندي مقبض موجود هنا، وفي عندي مقبض كمان موجود قدام هنا. المقبض اللي موجود قدام هنا ده مسؤول عن السلايد بتاع الكرسي، بيطلعه لقدام او لورا. اما المقبض اللي موجود هنا ده فليه علاقه بظهر الكرسي علشان يقدر يطلعه او يحركه لقدام او لورا زي ما احنا شايفين. ممكن طبعا يتني الكرسي بشكل كامل زي ما احنا شايفين كده. والمقبض اللي موجود عند مسند الراس ده بيقوم بالحركتين دول مع بعض، ولكن في حاجه كده مش لطيفه في المقبض اللي موجود هنا عند مسند الراس، انه بيقوم بالحركتين دول بشكل زي ما انتم شايفين كده، ما بيقومش بشكل كامل، ما بيتنيش ظهر الكرسي بشكل كامل. دي مساحه تسمح لطفل صغير ان هو يركب، لو هو انت مستعجل هوب بتروح عامل ده كده ويدخل الطفل الصغير، لكن لو حد في حالاتي بيبقى صعب طبعا استخدام المقبض اللي موجود هنا. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا استخدم المقبضين اللي موجودين هنا. اول حاجه بنزل الظهر بتاع الكرسي بشكل كامل، وبعد كده بعمل سلايد علشان اطلع الكرسي لقدام. من هنا بقدر ادخل، بتبقى مساحه الدخول اوسع شويه. تعالوا بقى ندخل ونكمل كلامنا من الكنبه الخلفيه. انا كده دخلت، وطبعا من ضمن الحاجات السلبيه ان انا لما هركب جوه لازم حد من بره هو اللي يقدر يرفع لي ظهر الكرسي، انا ما اقدرش ارفعه الا طبعا اذا بذلت مجهود وتنططت بقى رحت هناك علشان اقدر اتني الكرسي، وده طبعا عمليه صعبه جدا. ولكن انا هقيس الابعاد بتاعتي على المكان اللي مفروض هنا. مبدئيا ظهر الكنبه الخلفيه، يعني انا كده قاعد ركبي خبطه في الكرسي طبعا اللي قدامي، ده شيء اكيد. الارضيه كمان عاليه جدا، فبالتالي انا ببقى تاني ركبتي بشكل كبير، ولكن المساحه مش وحشه، يعني المساحه تاخد 2 بالغين بس مش لمسافات كبيره، يعني مش لسفر، بيبقى موضوع خنيق شويه، وخاصه ان ما عنديش الاماكن دي، يعني بتدخلي اضاءه كويسه ولكن ما عنديش اماكن للتهويه. في المقابل عندي فتحات تكييف موجوده، وممكن التحكم فيها من الصف الثالث للكراسي، وده موجود في الفئتين ما فيش فيه اختلاف. انا عندي 4 فتحات تكييف، لا عفوا 6 فتحات تكييف، عندي 4 في السقف وعندي 2 في الكونسول الوسطي، بالاضافه كمان لفتحات التكييف الاربعه اللي موجودين قدام. فعندي التهويه في العربيه بشكل عام لطيفه جدا وقويه جدا. وكمان في اوبشن هنا في الفئه الثانيه مش موجود في الفئه الاولى، وهو منقي الهواء. ده اوبشن موجود هنا في الفئه الثانيه مش موجود في الفئه الاولى. زي ما قلت لكم
في مجموعة أزرار هنا من خلالها بقدر أتحكم في شدة الهواء لفتحات التكييف اللي موجودة عندي في الجزء ده، بالإضافة كمان اللي كان فيه فتحة 12 فولت اللي أنا كلمتكم عليها في الشنطة من ورا، ممكن أوصلها من هنا من الصف الثالث للكراسي، بالإضافة كمان لسماعات جانبية موجودة هنا مع أماكن كده لمساحات يعني للتخزين صغيرة موجودة هنا على اليمين وعلى الشمال. طبعا مفيش كاب هولدر موجودة، بالإضافة كمان لأحزمة أمان برضو علشان يعني إيه اللي هيركب ورا برضو روحه غالية علينا أكيد. ده كده يعني الصف الثالث من المقاعد. تعالوا بقى نطلع قدام ونركب في الكنبة الوسطية ونتعرف عليها بشكل أكبر، يلا بينا. أنا كده وصلت للكنبة الخلفية، طبعا هرجع بقى كل حاجة زي ما كانت بالشكل ده، وطبعا زي ما اتفقنا انه الظهر بتاع الكنبة قابل للضبط على حسب الميلان اللي انت محتاجه. انا طبعا مرجع الكرسي ورا على الاخر ومرجع الظهر كمان على الاخر، فقاعد مرتاح جدا. مساحة الرجل هنا كبيرة جدا وضخمة الحقيقة، ما عنديش نفق فتيس موجود هنا في الفئتين، مع انه نقل الحركة فيه اختلاف. انا قلت لكم في البداية ان نقل الحركة فيه اختلاف ما بين الفئتين، هنتكلم عنه بالتفصيل لما نطلع قدام، ولكن بشكل عام ما عنديش نفق فتيس، فده مدي مساحة لطيفة جدا، بالاضافة كمان ان الكونسول الوسطي طالع لقدام برغم ان فيه اوبشنز موجودة ولكن برضه طالع لقدام، فمديني مساحة لطيفة جدا للشخص اللي هيقعد في المنتصف، هو هيقعد بشكل كامل ومفيش اي حاجة هتضايقه. طيب تعالوا بقى نتكلم على الماتيريال المستخدم في العربيه. ما اعرفش اذا كان باين عندكم ولا لا، هنا الامبينت لايت بيجي على شكل مستطيلات صغيره موجوده هنا مع بيانو بلاك، يعني هي الاضاءه موجوده جوه البيانو بلاك، شكلها شيك جدا ومميز. الماتيريال المستخدم من هنا بيبقى سوفت ماتيريال، وهنا كمان بيبقى بلاستيك مع تطعيمات الكربون او تطعيمات البيانو بلاك اللي موجوده هنا. هنا في سماعه طبعا، وعندي كمان هنا سماعه، عندي مجموعه كبيره في الساوند سيستم هنا قوي جدا ومحترم. هنلاحظ كمان انه في عندي هنا تطعيمات من الجلد، وحده التحكم في الازاز بتيجي من البيانو بلاك، الفرش بالكامل بيجي من الجلد سواء في الفئه الاولى او في الفئه الثانيه، مفيش فيه اي اختلاف، بالاضافه كمان لمسند الايد الخلفي مع اثنين كاب هولدر موجودين هنا. الكونسول الوسطي بيبقى فيه فتحتين تكييف مع فتحتين يو اس بي تايب اي مع مساحه تخزين موجود جنبها على طول، مدخل 12 فولت 120 واط مكانه فيشه، يعني مش مدخل مدور، لا مدخل فيشه زي بتاعه البيت، وده موجود في الفئه الثانيه مش موجود في الفئه الاولى للاسف. عندي كمان مساحات تخزين موجوده هنا ومقسمه، عندي ثلاث اقسام في مساحه التخزين الموجوده اسفل الكرسي بتاع السائق وكرسي الراكب الامامي. ده كده سريعا الكنبه الخلفيه. طبعا عندي فتحه سقف بانوراميه كبيره جدا ومهوله وبتفتح بشكل كامل، الستاره كمان بتاعتها بتفتح بشكل كهربائي مع يعني حتت اضاءه كده صغيره موجوده هنا بتيجي ال اي دي، مع فتحه التكييف طبعا الصغيره اللي موجوده هنا، فانت قاعد هنا عندك فتحه تكييف هنا وفتحه تكييف هنا، فمالكش حجه يعني الجو هنا هيبقى طراوه ولطيف اكيد. طيب تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم بشيء من التفصيل عن الانفوتيمنت سيستم في العربيه هنا، ونتكلم على عوامل السلامه والامان اللي اثارت جدل بالمناسبه برضو، نتكلم عنها بشيء من التفصيل واهم الفروق ما بين عوامل السلامه والامان في الفئه الاولى والثانيه، يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي في جيتور اكس 95. مبدئيا خلونا نحط الصوت كده، الدنيا زحمه جدا، فجاه اتزحمت كده وبقى في ناس كتير عايزه تتفرج على العربيه، فخلونا نتكلم سريعا. مبدئيا كده عندي شاشه عدادات 12 انش، شاشه انفوتيمنت سيستم 12 انش، وشاشه تكييف مع شويه اوبشنز في العربيه بتبقى حوالي 9.3 انش. عندي من ضمن الاوبشنز المختلفه ما بين الفئه الاولى والفئه الثانيه اللي موجوده عندنا هنا في العربيه المتعلقه بالسيفتي باكج او عامل السلامه والامان الموجوده ما بين العربيتين، وتحديدا في جزئيه صغيره وهي متعلقه بالوسائد الهوائيه، وطبعا هي مش صغيره كرقم او عدد لكن مش صغيره كقيمه طبعا، ده يعني من الحاجات اللي ضايقتني جدا في العربيه. احنا بنتكلم على 4 ايرباج موجودين هنا على حجم العربيه اللي احنا اتكلمنا عنه، لان عندي 4 ايرباج موجودين في الفئه الثانيه، اما في الفئه الاولى فعندي 2 ايرباج بس، ودي طبعا بكل المقاييس تعتبر كارثه، يعني انا متفق معاكم في ده. اما بالنسبه لانظمه الفرامل ومساعده القياده فكلها واحده ما بين الفئتين، ما فيش فيها اي اختلاف، المحافظه على المسار، عندنا كمان التاير بريشر مونيتورنج، عندنا تنبيه السائق في حاله الارهاق، عندنا اللينك كيب اسيست، عندنا كمان طبعا سنسور الركن الاماميه والخلفيه، بالاضافه طبعا لانظمه الفرامل المختلفه الاي بي اس والاي بي دي والتراكشن كنترول والاي اس بي بيسموه هنا اي اس سي، يعني مجموعه كبيره من انظمه الفرامل موجوده. طبعا ما فيش اي حاجه من انظمه الفرامل الحديثه مش موجوده هنا في العربيه، بالاضافه طبعا كمان للهيل لانش اسيست او مساعد العربيه في الصعود للمرتفعات ومساعد العربيه في الهبوط من المرتفعات. من افضل الحاجات او من الطف الحاجات اللي موجوده هنا الشاشه اللي موجوده بتاعت التكييف اللي هنا. طبعا الكراسي بيبقى فيها سخانات سواء كرسي السائق او كرسي الراكب الامامي. كرسي السائق بالمناسبه وكرسي الراكب الامامي هنا في الفئه الثانيه
الثانية بيكون قابل للضبط كهربائيا، أما في الفئة الأولى فبيكون كرسي السائق فقط هو اللي قابل للضبط كهربائيا. ألاحظ أنه شاشة التكييف اللي موجودة هنا بتبقى فيها شوية أوبشنز غير التكييف كمان، يعني مثلا عندي منقي الهواء اللي أنا قلت لكم عليه ده موجود في الفئة الثانية مش موجود في الفئة الأولى. عندي كمان زرار لفتح وقفل الشنطة، بالإضافة كمان لزرار تغيير مود القيادة، عندي مودين للقيادة أو نظامين للقيادة، المود السبورت والمود الإيكو أو الاقتصادي. طبعا مع السخانات يمين وشمال اللي هما كرسيين اليمين والشمال. التكييف طبعا بيجي الدول زون أكيد وبيجي طبعا أوتوماتيكي بشكل كامل، وده في الفئتين مفيش فيه اختلاف. الشاشة دي كمان موجودة في الفئتين. الاختلاف بقى اللي حاصل كمان هو في عصاية نقل الحركة اللي موجودة هنا اللي أنا قلت لكم عليه. هنا نقل الحركة بيجي شيفت باي واير وشكل عصاية نقل الحركة مختلفة. اما في الفئة الاولى فبيكون نقل الحركة عادي مفيش فيه التكنولوجي بتاعت شيفت باي واير، فبالتالي شكل نقل الحركة او عصاية نقل الحركة بتكون مختلفة عن اللي موجودة هنا في الفئة التانية. عندي 2 كاب هولدر موجودين هنا بسلايد كده درج سلايد شكله شيك، مدخل 12 فولت 120 واط بالاضافة لمدخل يو اس بي تايب اي مع 2 كاب هولدر موجودين هنا، ومسند الايد بيفتح بشكل شيك بزرار بيفتح بشكل زي دولاب كده، في تحت منه مساحه تخزين مش مبرده للاسف، وكذلك الجلافز بوكس الموجود هنا ما بتبقاش مبرده. شاشه الانفوتيمنت سيستم شاشه عظيمه جدا لانه من خلالها بقدر اتحكم في مجموعه كبيره من الاوبشنز الموجوده في العربيه، طبعا ابل كار بلاي واندرويد اوتو ده شيء مفروغ منه، بالاضافه كمان لتسجيل الرحله في هنا اوبشن ظريف جدا اللي هو دي في ار، ده من خلاله لو وصلت كارت ميموري بالعربية او فلاش ميموري بيسجل لي الرحلة اللي انا ماشيها بالكامل من خلال الكاميرا الامامية اللي موجودة في العربية. عندي كمان اوبشنز ظريفة منها مثلا الاير كلينر ده موجود دار اللي هو منقي الهواء، عندي كمان الحاجات المتعلقة بالسيتنج سواء الاضاءة او غيره. بالنسبة للاضاءة اللي موجودة هنا في الامبينت لايت، هي راحت فين الامبينت لايت؟ انا عايز اوريكم الامبينت لايت انه ظريفة جدا الحقيقة الامبينت لايت هنا اهو تمام. عندي في الامبينت لايت 1 2 3 4 5 6 7 8 الوان موجودين في العربيه، وممكن اختار الانيميشن بتاع الامبينت لايت، هل ممكن بريثنج يعمل بريثنج، ممكن يتغير، ممكن ينبض، ممكن اخليه ثابت، ممكن اختار لون واحد ويفضل موجود واخد شكل مربعات كده اقرب للتقسيمه بتاعه الامبينت لايت بتاع المرسيدس بشكل كبير. زي ما قلت لكم عندي الوان وممكن من خلال الاوبشنز هنا اختار شكل الامبينت لايت الموجود على الابواب، طبعا موجود على الاربع ابواب بالاضافه كمان للكونسول الامامي، يا رب اعرف يعني الصوره تبقى واضحه تعرفوا تشوفوه بشكل كامل. زي ما قلت لكم مجموعه كبيره جدا من الاوبشنز موجوده هنا. اختصار للنافيجيشن سيستم طبعا لو شغلته على الموبايل اكيد هيشتغل معاك هنا. شاشه الاعدادات بقى 12 ونص زي ما قلت لكم بوصه، بتوضح لي كل حاجه ديجيتال، مفيش فيها اي حاجه انالوج، كل حاجه ديجيتال بتبقى واضحه قدامك، مفيش فيها اي اختلاف ومفيش فيها اي لعبكه او لخبطه. من ضمن الاوبشن الزياده اول حاجه المختلفه ما بين الفئه الثانيه والفئه الاولى في الشكل الجمالي بتاع الكونسول هو الدركسيون. الدركسيون شكله مختلف شويه في الفئه الاولى، بتبقى الزراير اللي موجوده على الدركسيون زراير عاديه جدا وتقليديه، اما هنا بتاخد طبقه بيانو بلاك مع اختلاف شويه في شكل الزراير والبكر. عندي كمان هنا شيفت بادل موجودين اسفل او ورا عجله القياده لكن ده مش موجود في الفئه الاولى. زرار ستارت ستوب انجن موجود في الفئتين مفيش فيه اختلاف. عندي كمان لو جينا عند عصايه نقل الحركه وراها كده في عندي فرامل الايد الكهربائيه الموجوده في الفئتين بالاضافه للاوتو هولد، ولو دوست هنا الزرار الخاص بيه ال 360 درجه. طبعا الريزوليوشن بتاع الكاميرات للاسف مش احسن حاجه، يعني انا من الحاجات اللي زعلتني موضوع الريزوليوشن بتاع الكاميرات انه ما كانش اظرف حاجه الحقيقه. برضو لو رجعنا لورا شويه هتلاقي في كنترولر هنا صغير بياخد زي جويستيك كده، وفي نفس الوقت ممكن اتحكم من خلاله في الانفوتينمنت سيستم الموجود هنا، يعني لو دوست كده بيجيب لي الهوم، وممكن زي ما احنا شايفين كده من هنا بقدر اتحكم في اي حاجه انا محتاج اظبطها، بالاضافه كمان للصوت بتاع الميديا اعلي او اوطي. فصراحه حركه ظريفه جدا الكنترولر اللي هنا، مش شرط ان انا اروح لحد الشاشه علشان اتعامل معاها. عجله القياده بتتحرك في اتجاهين، اربع اتجاهات، وده شيء كويس برضو. في الفئه الاولى بتتحرك في اتجاهين فقط. على شمالك هنا في مجموعه ازرار منها الضم بتاع المرايات الجانبيه، في كمان ضبط المرايات الجانبيه، في الكيب لين اسيست، في التراكشن كنترول، والسنسور الموجوده هنا مع ضبط عدسه الاضاءه الاماميه برضو بالارتفاع او الانخفاض على حسب ما انا محتاج. الماتيريال المستخدم بشكل عام هنا ما بين السوفت ماتيريال، وبعدين في هنا حاجه زي يعني ايه عارفين الكفر اللي بيبقى على السماعات، هو ده حاجه زي الكفر اللي على السماعه، هنا سوفت ماتيريال وهنا بيجي من الجلد
كل دي بتبقى تطعيمات من الجلد، وبعدين من الجنب هنا كمان بيبقى كل ده جلد. الجزء ده طبعا بيجي من البلاستيك، اما الابواب نفسها فبتبقى يعني الماتيريال بتاعها ميكس ما بين الجلد والسوفت ماتيريال والبلاستيك، والجلد مستخدم جلد شيك جدا ومحترم. مساحات التخزين طبعا في الابواب الاماميه اكبر بكتير من مساحات التخزين في الابواب الخلفيه. المرايه الخلفيه هنا حجمها كبير وبتيجي طبعا اوتو دامج اكيد مع فتحه السقف البانوراميه العملاقه المقسومه لنصين، نص قدام ونص لورا زي ما قلت لكم، لكن النص اللي قدام ده هو اللي بيفتح بشكل كامل، اما النص اللي ورا ما بيفتحش، بيبقى بيفتح الكفر بتاعه بس. يعني ده كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي في جيتور اكس 95 وتحديدا الفئه الثانيه. بكده نكون وصلنا لنهايه الريفيو بتاعنا لجيتور اكس 95 وتحديدا الفئه الثانيه منها. دايما بفكركم في نهايه كل ريفيو، لو العربيه عجبتك انزل اتفرج عليها بنفسك، ما تستناش انك تتفرج على الريفيو وتقتنع بالعربيه. انا مجرد بستعرض لك الامكانيات الموجوده في العربيه، ممكن في حاجات انت محتاجها، ممكن حاجات انت مش محتاجها، فانزل اتعرف على العربيه بنفسك، هو ده افضل حل قبل ما تقدم على شراء العربيه. بشكركم جدا على متابعتكم، ان شاء الله نشوفكم في عربيه جديده وريفيو جديد. مع السلامه.